الجلسات والبرامج اللي مطروحة في دبلوم الخبراء الاتصال الحكومي تصب في صميم عملنا، وبالنسبة لنا إحنا الاتصال الرقمي والوسائل التواصل الاجتماعي وكيفية إدارتها وتسخيرها للوصول لأهداف الاستراتيجية للوزارة من أهم أولوياتنا في إدارة الاتصال الحكومي. الدبلوم هذا اليوم أضاف لي بعد أكبر لتوجهات اللي إحنا ناويين عليها مستقبلا في الاتصال الحكومي. دور الاتصال الحكومي هو إبراز تحقيق رؤى حكومة دولة الإمارات، سواء كانت الرؤية 2021 أو الرؤية 2071.